الآن عودة مرة أخرى مع شاعر محافظة البكيرية الشاعر الجميل إبراهيم الخزيم. السلام عليكم. يا يوه يقول يا يوه هاتي مرقدي الحنونة، يا يوه هاتي مرقدي الحنونة وسكيني العلقم وقولي سلامات واضفي علي شرشف ما تبونه، والراس حطي له شماغ ومخدات وان جاء طبيب يصكي الباب دونه، ما ابغى الطبيب وعلتي مالها دوات غير الحسين اللي سبتني عيونه اللي على جسمه رسوم وعلامات، ثم ارسلي للناس لازم تجونه قولي رهيف الحال بإعداد الأموات، واخفي جروح الحب لا يدرسونه قولي مريض والمرض يوه بلوات، يا الجرح بلحش يجهلونه وافتك من هرج كثير وشماتات، حسبي على اللي صوبتني يطعونه مراف بيغضنه أدوى حسافات، حلفت له بالله لو تسألونه والله ما خون العهد والصداقات، وشلون هو حلف علي يخونه أنا أشهد إن الحب كله خيانات، يا ما وصلت راضيا بالمهونة وانا احسب انه حافظ كل ما فات، واثره بعيد والمسافات دونه ابعد علي من مناط الثريات، هذا الهوى يعلكم تحذرونه اللي غريبين عن الحب حذرات، زرع المولع يابسات نغصونه، هذا الهوى يعلكم تحذرونه اللي غريبين عن الحب حذرات، زرع المولع يابسات نغصونه لو فجر انهاره ورواه تروات، ما يدرك المقصود والموت دونه كم واحد قبلي تهنى بهم مات، يلا طلبتك يا عظيم المعونه تلطف بحال دهورتها الخواندات، ودمتم في سلام. صح لسانك.